والله بالبداية كنا قاعدين عم نحضر درس بالمعهد، فجأة طلع أصوات غريبة، طلعنا نتراقب نشوف ايش اللي صار. عم بيقولوا عنقودة ونفذ وما بعرف شو. قربنا لنشوف ايش اللي صار، اللي تصابوا أطفال ونساء، حتى كان في إنه عالم استشهدت كمان أطفال ونساء. يعني ما في حتى مظاهر مسلحة بالنيرب معنا، إنه لحتى يقولوا ضربوا على المظاهر المسلحة مثلا، ما عنا أي مظاهر مسلحة.